يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى بجواري رجل في صلاة العصر وكان مسبوقا بركعتين، لكنه سلم مع الإمام، فسألته فقال إنه مسافر، وهناك من أهل العلم من يجيز للمسافر القصر ولو صلى خلف المقيم، فهل هذا القول صحيح؟ ما نعرف أحد من أهل العلم أجاز قصر الصلاة خلف من يتم الصلاة. الذي عليه أهل العلم وهو سنة الرسول أن من صلى خلف من يتم أنه يتم الصلاة. ولما سئل ابن عباس لماذا يتم وهو مسافر، قال تلك السنة يا ابن أخي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فمن هو هذا العالم اللي قال؟ ما أعرف أحد يقول بهذا إلا إن كان عالم من جنسه، يمكن العلماء كثروا اليوم. نعم.